تتكون الجبال من منحدرات حادة أو دائرية مكونة من نقطة مرتفعة يصل ارتفاعها عن المنطقة التي تحيط بها نحو 300 متر أو أكثر. ومن الممكن أن يكون جبل منفرد أو مجموعة من الجبال والتي تعرف باسم سلسلة الجبال. وتتشكل الجبال عن طريق تكسر قطع من القشرة الأرضية تدعى الصفائح التكتونية، مما يتسبب في تجمعها على بعضها البعض. يعتبر جبل إيفرست من أكثر جبال الكرة الأرضية علواً، حيث يبلغ ارتفاعه حوالي 8848 متراً، أي ما يوازي 29,000 قدم. وقد كان يعرف الجبل باسم القمة 15 قبل أن يتم اكتشافه عن طريق قسم المسح التابع للحكومة الهندية، والذي كان رئيسه السير جورج إيفرست البريطاني في العام 1856. وقد ثبت أن هذا الجبل يحمل أعلى قمة في العالم. تميز مناخ جبل إيفرست بالبرودة الشديدة، حيث تتراوح درجة الحرارة على قمته بين 20 إلى 35 درجة مئوية، وتكون سرعة الرياح عليها 280 كيلومتر في الساعة، ومتوسط الإعصارات على قمة إيفرست هو إعصار واحد لكل 4 أيام. بدأت سلسلة جبال الهيمالايا بالارتفاع بفعل العوامل التكتونية، حينما بدأت الصفيحة الهندو-أسترالية بالاتجاه نحو الصفيحة الآسيوية الأوروبية، إلى أن انزلقت أسفلها قبل حوالي 40 أو 50 مليون عام. كما وقد بدأت جبال الهيمالايا بالارتفاع بشكل أكبر قبل حوالي 25 إلى 30 مليون عام. ويتألف الجبل من عدة طبقات من الصخور المطوية على بعضها البعض، ويحتوي الجبل على صخور متحولة تعلوها صخور جرانيتية، وفوقها صخور رسوبية تشكلت قديما من الرواسب البحرية. يعيش في جبل الإيفرست عدد قليل من الحيوانات، ففي المرتفعات المنخفضة تعيش بعض الثدييات مثل غزال المسك والفهود الثلجية، بالإضافة إلى حيوان الباندا الحمراء. ويتواجد في تلك المنطقة حوالي 150 نوعا من الطيور، ومنها الغراب والإوز الذي يمر بقمة جبل إيفرست عند مهاجرته نحو هضبة التبت. أما بالنسبة للحشرات فإن عددا قليلا منها يعيش هناك، ومن بينها العناكب القافزة التي عثر عليها، والتي تعيش على ارتفاع 22,000 قدم، والتي تأكل الحشرات الأخرى التي تجلبها الرياح أثناء هبوبها. يعتبر تسلق جبل إيفرست أحد أصعب الأمور التي يمكن تحقيقها، وذلك بالرغم من ظهور التطور في طرق التنبؤ بالجو وبالمعدات الخاصة بتسلق الجبال. فقد كانت أولى الحملات في عام 1920، وقبل ستينيات القرن الماضي كان من الصعب الحصول على سلع أو إمدادات بعد قطع المسافات في الجبل، وذلك نظراً لبعدها عن الجانب النيبالي. ولهذا اضطر المتسلقون إلى الاستعانة بالحيوانات القادرة على حمل الأمتعة، كما وقد قامت الطائرات المتواجدة في منطقة وادي كومبو بتسهيل التنقل إلى المناطق المجاورة لإيفرست. ومن أهم من تسلق جبل إيفرست النيوزيلندي إدموند بريسيفال هيلاري والنيبالي تسينسينغ نورغاي، أول من تسلق جبل إيفرست ووصل إلى قمته، وكان ذلك في 29 من مايو من عام 1953. تعتبر جون كوتابي اليابانية الأصل أول فتاة تصل إلى قمة إيفرست، وكان ذلك في 16 من مايو عام 1975. نجح كل من ريلهولد ميسنر وبيتر هابيلر في تسلق قمة جبل إيفرست دون الحاجة إلى استخدام عبوات من الأكسجين، وذلك في 8 من مايو من عام 1978. وقد عاد رينهولد ميسنر الإيطالي الجنسية إلى تسلق قمة جبل إيفرست مجدداً، وذلك في 20 من أغسطس عام 1980، حيث أصبح أول من تسلق قمة جبل إيفرست وحيداً دون الحاجة لاستخدام عبوات الأكسجين. تمكن هانس كاميرلاندر من صعود الجانب الشمالي من جبل إيفرست في 24 من مايو من عام 1966، وقد تمكن من الوصول إلى القمة خلال 16 ساعة و45 دقيقة، مسجلاً رقماً قياسياً. تمكن بابو تشيري تشيريبا من البقاء على قمة الجبل دون استخدام أي عبوات أكسجين لمدة 21 ساعة، وذلك خلال شهر مايو من العام 1999. كان إيريك وينمير أول رجل أعمى يصل إلى قمة جبل إيفرست
وكان ذلك في 25 من مايو من عام 2001. استطاع بيمبا دورجي النيبالي الأصل تسلق قمة جبل إيفرست خلال 8 ساعات و10 دقائق، وتم ذلك في 21 من مايو من عام 2004. استطاعت لاكبا شيربا تسلق جبل إيفرست بنجاح، وذلك في 2 يونيو من عام 2005، وهي من أصول نيبالية. تكللت محاولة لاكبا شيربا 21 في تسلق قمة جبل إيفرست بالنجاح، وكان ذلك في 11 من مايو من عام 2011. استطاع الأردني مصطفى خليفة تسلق جبل إيفرست عام 2008 ليكون أول الأردنيين في ذلك، وواحداً من بين 13 شخصاً في العالم ممن استطاعوا تسلق القمم السبعة الأعلى في العالم ويزور القطبين الشمالي والجنوبي. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.